لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، أكثر من 150 ألف يتيم وألاف الأرامل غير مشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في العاصمة. في العرب اللندنية، الولاء للعراق أم لإيران، خلاف يشق قيادات الحشد الشعبي. في البصائر، عشائر ذي قار تتحرك ضد الحكومة بسبب أزمة الكهرباء. في موقع كتابات، الفتلاوي ترفض التصعيد ضد إيران بقضية المرأة العراقية المعتدى عليها. في العربي الجديد، مقتل مستوطنة إسرائيلية والاحتلال يفرض طوقا أمنيا على منطقة غرب رام الله. في القدس العربي عن نيويورك تايمز، إسرائيل قصفت مستودعا للأسلحة في العراق. وفي صحيفة الحياة، بوتين وأردوغان متفقان على تكثيف الجهود في إدلب. السلام عليكم. يبدو أن هواة السياسة الذين تصدوا للمواقع في الدولة منتخبا أو معينا منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا يعانون من عقدة الفراغ والتوقف عن أداء دورهم المخرب، وهم بالضد من كل شخص عام في كل دول العالم يحاولون التمسك بالمنصب العام رغم المأخذ عليهم أو كونهم من الفاسدين. حول الفساد الحكومي، نشر موقع كتابات مقالة للكاتب خليل إبراهيم العبيدي. ترى هل ثمة تضامن عام فيما بينهم بهذا الصدد رغم خلافاتهم العقائدية والسياسية؟ كما وأن هذه الفئة رغم علمها أنها عند الناس فئة فاشلة، فإنها تمعن في التودد والوساطة من أجل الحصول على منصب أو مقام لا يبعد هذا الفاشل الهاوي للمنصب والأضواء. والمسؤول يعلم أن هذا المنصب هو للشخص النزيه والكفوء، لا للمجرب الفاشل. لقد تمادى كل حكام بغداد ومجالس المحافظات في استغلال المنصب العام لصالح الرزق الحرام، فهذا يبتدع منصباً ويعد له ملاكاً ودرجة لنائب سابق، وذلك يرشح وزيراً فاشلاً لعضوية مجلس النواب، وثالث يرشح من على ذمته المالية ألف علامة استفهام لعضوية نيابية. وها هي اليوم تقام الضجة على عدد كبير من النواب الفاسدين، والسؤال المهم، كيف وصل هؤلاء إلى كرسي النيابة؟ وهذا الكرسي لا يقبل من عليهم شبهة. بالله عليكم، كفاكم عبثا بالمنصب العام، ودعوا الكفاءات لأن تأخذ دورها في تصحيح مساراتكم الفاشلة وسياساتكم المدمرة، وأن تغادروا سياسة ابتداع المناصب على وفق مقاسات المحسوبين عليكم، وأن لا تركنوا إلى المزيد من التلاعب بهيكل الدولة العام. أين مقولة لا تجرب المجرب؟ يا سياسيو العراق، لا تتمادوا في احتكار كل شيء لمن لا شيء له في الإخلاص والوطنية. لقد وصل البلد إلى حافة الهاوية، وأيديكم وإن طالت فلا تغتروا بها، فإن يد الأيام منهن أطول، والحليم تكفيه لعنة الله على من سبقوه، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. النظام الإيراني قد يلجأ إلى الصمت حيال الهجمات في العراق ضد الحشد الشعبي، لأنه لا يفضل أن تقوم فصائل الحشد الشعبي بأي نشاط تخريبي قد تدفع نتائجه عن طريق مواجهة مباشرة. جاء ذلك على وفق تقرير لصحيفة العرب اللندنية. خرجت الخلافات السرية داخل هيئة الحشد الشعبي بشأن الموقف الذي يجب أن تتخذه هذه القوة من تطورات التصعيد بين طهران وواشنطن إلى العلن لأول مرة، لتجد العملية السياسية في العراق نفسها في مواجهة تحد خطير، طالما فضلت الحديث عن عدم وجوده،
وشكلت هجمات طالت مخازن أعتدة الحشد الشعبي في العراق مؤخرا، واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها، فرصة مثالية لانكشاف الصراع الداخلي في قيادة هذه القوة، وحقيقة ما إذا كانت خاضعة لسلطة الحكومة العراقية فعلا. ففي غضون ساعات صدر بيانان متناقضان، الأول عن نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس الذي يعترف بولائه التام لإيران، ليعلن بشكل صريح استعداد الحشد للرد على الهجمات الإسرائيلية المزعومة بمعزل عن الحكومة، والبيان الثاني عن رئيس الحشد فالح الفياض الذي قال إن موقف المهندس لا يمثل الحكومة، ويشيع في الأوساط السياسية أن القيادة الفعلية للحشد الشعبي معقودة للمهندس، وأن الفياض هو واجهة للحكومة في هذه الهيئة. لكن الأخير يبدو أنه يريد إعادة ترتيب الأمور بما يضمن له الهيمنة على هذه القوة، التي يؤكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنها جزء من المنظومة العسكرية الرسمية للدولة، بينما يتصرف معظم قادتها باستقلالية تامة عن القرار الرسمي. الفياض يخشى أن يؤدي بقاء المهندس على رأس القيادة في الحشد الشعبي إلى شمول قادة هذه القوة وبينهم رئيس الهيئة نفسه بالعقوبات الأمريكية، لكن الدعم الإيراني الواسع الذي يتمتع به المهندس سيمنع وفقا لمراقبين تصفية نفوذه بشكل تام، ما يرجح حدوث انشقاقات وشيكة في الحشد الشعبي خلال المرحلة المقبلة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن غارة قامت بها طائرات إسرائيلية ضد مخزن أسلحة للحشد الشعبي في العراق، بينما يعتقد أنه توسيع للجبهة ضد إيران من سوريا إلى العراق. في التقرير الذي أعدته أليسا روبن ورونين بيرغمان، قال أن المخزن المستهدف في العراق يستخدم لنقل الأسلحة إلى سوريا حسب مسؤولين، مما يدفع بالعراق بقوة إلى حلبة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وأشارت الصحيفة إلى أن الغارة الجوية الإسرائيلية هي الأولى على العراق منذ 4 عقود، وهي واحدة من غارات قامت بها إسرائيل ضد منشئات تسيطر عليها جماعات شيعية عراقية موالية لإيران، ولا يعرف من قام بالهجمات الأخرى التي وضعت العراق على الحافة بعد محاولات الخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار التي يعيشها منذ 40 عاما. وفي رد على الهجمات قال مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض إن بلاده تريد تجنب وضع تدعم فيه طرفا ضد طرف آخر في المواجهة الحالية مع إيران، ولا تريد أن تدفع إلى حرب. وقال إن حكومته لم تحدد بعد الجهة التي قامت بالهجوم، إلا أن مسؤولاً بارزاً في وكالة أمنية شرق أوسطية قال إن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم على قاعدة عسكرية في شمال بغداد يوم 19 من تموز يوليو، لكن مسؤولين أمريكيين قالا إن الطيران الإسرائيلي نفذ هجمات عدة على مخازن للذخيرة تابعة لجماعة عراقية تدعمها إيران. وتقول الصحيفة إن إسرائيل شنت عدداً من الهجمات ضد مواقع إيرانية في سوريا، وفي العراق سجلت 4 غارات على مواقع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منها 3 مواقع تابعة للحشد الشعبي، والرابعة ضد قاعدة عسكرية تستخدمها الشرطة الفيدرالية والميليشيات في شمال بغداد. يتسابق زعماء سياسيون في توجيه النقد واللوم للحكومة وإلى حد التهديد بسحب الثقة عنها، ويبدو هذا التهديد وكأنه عدوى انتشرت، وتحديدا بين القوى التي شاركت في تشكيل الحكومة، بل إن نبرة التهديد تعلو كلما كان دور صاحب التهديد كبيرا في تشكيل الحكومة. عن الصراع الحكومي كتب ساطع راجي في صحيفة المدى. نعرف جميعا أن تشكيل الحكومات في العراق صعب جدا، وربما لولا وجود سقوف زمنية دستورية لطال تشكيل أي حكومة أعواما،
ولذلك فإن ادعاءات تغيير الحكومات ليست جادة دائماً، وعليه فإن التهديد بتغيير الحكومة هو غالباً محاولة للتنصل من المسؤولية تهرباً من المحاسبة الجماهيرية، وأحياناً يكون التهديد عبثاً إعلامياً لتقمص دور الغاضب الذي يدافع عن مطالب المواطنين، ويكون أداء التهديد مفضوحاً حين يكون للزعيم المهدد أو المنتقد أكثر من وزير في الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يتطرق لأدائهم من قريب أو بعيد، ولا يوجه هذا الزعيم كتلته المكونة من عشرات النواب للقيام بأي استجواب، ولا هو يقدم مقترحاً لقانون يسهل عمل الحكومة فعلاً أو يخفف من أعباء المواطنين ويكون قانوناً واقعياً لا مزايدات فيه. التهديدات المتلاحقة بإسقاط الحكومة تعيدنا إلى الدائرة القديمة عن لعب دوري الحكومة والمعارضة في نفس الوقت، وهو ما يعني المزايدة على أي دور لقوى من خارج السلطة وقطع الطريق عليها وحماية الذات الحاكمة الحقيقية من النقد، على اعتبار إنها أول من وجهت سهام النقد وطالبت بتغيير. ويضيف الكاتب: في كل الأحوال علينا ألا ننساق لتمارين التهديد الغاضبة، لأن عملية سحب الثقة من الحكومة تستغرق زمنا وإجراءات، الأهم من ذلك تحديد موضوع أو أكثر لاستجواب رئيس الوزراء، وهي خطوات لن يقدم عليها مفتعلو الغضب أو مفتعلو الغضب حتى لا يتعرضون للفضيحة، كما أنهم لن يعرضوا وزراءهم للإطاحة، ولذلك هم غالبا ما يوجهون نقدهم لرئيس الوزراء فقط دون تلميح لدور وزرائهم، معتمدين على عبارة حكومة عبد المهدي. عن حدود الحماية التركية لإدلب كتب سعيد الحاج في موقع عربي 21، وجاء فيها: لا شك أن لإدلب أهمية كبيرة في المقاربة التركية للقضية السورية مؤخرا لأسباب جغرافية وديمغرافية وسياسية وعسكرية، فهي منطقة واسعة نسبيا وقريبة من الحدود التركية، وتحتضن نحو 4 ملايين إنسان، وهي الملاذ الأخير لعدد كبير من فصائل المعارضة السورية المسلحة القريبة من أنقرة. قدمت تركيا من خلال هذه الخطوة رسالة مزدوجة مفادها رفض محاصرة نقطة المراقبة والجنود المتواجدين فيها، ومحاولة منع سقوط المنطقة بيد النظام من خلال وجود التعزيزات التركية التي كانت ستشكل رادعاً مبدئياً له. ورغم كل ذلك فالموقف التركي لا يفهم منه استعداد أنقرة لدخول مواجهة عسكرية مع النظام فضلاً عن روسيا من أجل الحفاظ على إدلب أو حماية المعارضة السورية فيها. وما بين نظرية المؤامرة والصفقة سالفة الذكر من جهة والتفكير الرغبوي في دفاع تركيا عن إدلب حتى الرمق الأخير من جهة أخرى، طيف واسع من الخيارات يمكن أن يسكن فيها الموقف التركي من التطورات الأخيرة، والذي سيكون محكوما كما دائما أولا بثلاثية الأولويات والتوازنات والإمكانات، وثانيا باتفاق سوتشي بخصوص إدلب، وثالثا بمستجدات الموقف الروسي، وهو ما يتطلب بعض التفصيل. عدم رضا موسكو عن تفاهمات أنقرة مع واشنطن بخصوص المنطقة الآمنة، وفشل النظام في تحقيق اختراق ميداني منذ شهور، وجمود المسار السياسي منذ فترة طويلة، تبدو أسباب أكثر منطقية لردة الفعل الروسية التي انبثقت عنها رسالة قصف الرتل التركي. ما تريده موسكو اليوم هو إعادة التفاوض مع أنقرة بخصوص إدلب لتعديل اتفاق سوتشي أو حتى إبرام تفاهمات جديدة، وهي العادة الروسية خلال السنوات الأخيرة بالدعوة للتفاوض، وذلك من خلال الضغط الميداني والرسائل الساخنة بالنار والبارود. وعن ملف إدلب كتب بشير البكر في صحيفة العربية الجديد مقالا جاء فيها: في حين تفقد المعارضة فرصة الاشتباك مع النظام وتخسر حاضنتها الشعبية، فإن الفاتورة التركية سوف تكون باهظة لجهة عدد كبير
من النازحين الذين سيتدفقون في حال اقتراب قوات النظام من مدن ريف إدلب، ومهما حاولت أنقرة إغلاق حدودها فإنها سوف تتأثر بنزوح نحو 3 ملايين حتى لو مكثوا في المناطق الحدودية. وأخطر ما في الأمر اليوم أن أهل المنطقة لا يعرفون المصير الذي يتم تقريره لهم من جهة، ومن جهة ثانية أنهم تحولوا إلى ورقة لاعب بين الأطراف الثلاثة الضامنة. تتم المساومة بهم وفق مزادات المصالح بين الأطراف المتصارعة على تبادل النفوذ داخل سوريا. والملاحظ من الهجوم الشرس على ريف حما أن روسيا وإيران وضعتا ثقالهما لحسم المعركة ضد المعارضة المسلحة التي كانت تحظى بدعم تركي مباشر في المعارك السابقة التي خاضتها. وتشكل خسارة المعارضة هذه المعركة نقلة نوعية في مسار المواجهة المسلحة في هذه المنطقة. ومن دون شك باتت الكفة تميل لصالح النظام، ومن غير المعروف مستقبل الفصائل المعارضة العسكرية التي لن يكون في وسعها أن تخوض مواجهة لاحقة ذات وزن مع النظام، وعليه يمكن أن تقود النتائج إلى تفاهمات جديدة تقود إلى تطبيق اتفاق سوتشي بوصفه أمراً واقعاً. خسارة ورقة إدلب ليست خسارة للمعارضة السورية المسلحة فقط، بل هي خسارة لتركيا التي تقع محافظة إدلب في مرمى أمنها القومي، وستتشارك المعارضة وتركيا هذه الخسارة في الفترة المقبلة. في كل الأحوال ومهما تعددت السيناريوهات، دخلت محافظة إدلب في المجهول. في واقعة غريبة من نوعها، عثر سيدة أمريكية الأسبوع الماضي على سمكة بفمين أثناء قيامها بالصيد في بحيرة شامبلين التي تقع على الحدود بين ولايتي فيرمونت ونيويورك. وبحسب شبكة سي بي أس نيوز، فإن السيدة ديبي جيدس كانت في رحلة صيد برفقة فريق محلي لصيد الأسماك، وإذا بها تتفاجأ بصيدها هذه السمكة غير التقليدية. وقام فريق الصيد بمشاركة صورة السمكة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد أثارت الصورة حيرة ورعب رواد الموقع الذين قاموا بنشرها على حساباتهم آلاف المرات. وشكك بعض رواد فيسبوك في امتلاك السمكة لفمين، قائلين إن فمها انقسم نتيجة إصابة تعرضت لها، فبدا شكلها في الصورة وكأن لها فمين. في أحدث مؤشر على مدى انتشار التلوث بالبلاستيك في كوكب الأرض، وجد فريق من الباحثين البريطانيين نوعا جديدا من التلوث ناجما عن أنواع من البلاستيك متخفية في صورة حصن صخري. ووفقا لبحث حديث نشر مؤخرا ويتوقع صدوره ضمن عدد ديسمبر كانون الأول من هذا العام من مجلة علمية، أصبح التلوث بالبلاستيك الآن يظهر بشكل جديد شبيه بالحصى والصخور العادية. يأتي هذا الاكتشاف بعد أيام قليلة فقط من إعلان علماء المحيطات العثور على قطع بلاستيكية دقيقة داخل عينات ثلجية من منطقة نائية في القطب الشمالي، وأن هناك أكثر من 10,000 من جزيئات البلاستيك المجهرية تسقط من السماء. لقد وصل التلوث بالبلاستيك إلى برار القطب الجنوبي على الرغم من أنها أعلى قمة للأرض وفيها أعمق فجوة، ومع ذلك فإن مدى انتشار هذا الوباء الخبيث لا يزال يفاجئنا يوما بعد آخر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.